سلام الله عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبألف صحة وعافية. مرحبا بكم من جديد مع وصفة جديدة. وصفة اليوم الخبيز المقلية تخرج من أروع ما يكون. وصفة سهلة واقتصادية وسريعة وبنينة في نفس الوقت. نتمنى حتى انتم تجربوها وتنال إعجابكم. إذا واش رايح نحتاج؟ عندي هنايا كمية من الخبيز، راها عندي طايبة، كنت درت لكم في الفيديو السابق طريقة تحضيرها. عندي زوج حبات تاع البيض، يعني البيض يبقى على حسب الكميه نتاع الخبز. والتوابل نحتاج الكركم، فلفل اسود، الكمون، القليل من الملح، وسكين جبير او هو الزنجبيل. في مقلاه ندير كميه من الزيت، نحط عليها هذيك الخبز. يعني هذا الخبز راها طايبه ومصفيه من هذاك الماء تاعها او من هذاك المرق. اذا بغيتوا تشوفوا الطريقه فروحوا للفيديو السابق تلقاو الطريقه وتخرج لكم بنينه بنينه بزاف اذا جربتوها بهذيك الطريقه. نحط المقلاه على نار قليله ونحرك هذه المكونات مع بعض لعده ثواني، يعني نقليها لعده ثواني فقط، ونضيف لها البيض. البيض يبقى على حسب الرغبه، تقدروا تضيفوا اكثر من اثنين، وتبقى كذلك على حسب الكميه اللي ديروها تاع الخبز. نضيف البيض ونحرك هذه المكونات مع بعض حتى يطيب هذاك البيض تماما، والخبز راه تلقى واحد الريحه ما شاء الله، وتجي بنينه بنينه بزاف اذا ضفتوا لها البيض. نحرك المكونات مع بعض، تقدروا تاني ما تضيفوا لهاش البيض، يعني تقليوها غير بالتوابل، ديروا كميه قليله من الزيت تضيفوا لها التوابل وتقليوها، لكن اذا ضفتوا لها البيض غادي تجي بنينه اكثر. وصفه اليوم خبيز بالبيض تخرج من اروع ما يكون. هي وصفه تقليديه وصحيه في نفس الوقت وبنينه بنينه بالبزاف. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. هذا هو شكلها النهائي، شهية طيبة حبيباتي. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.